الكويت للكويتيين مو حق المصريين. انتم مجرد ناس مأجورة، احنا نجيبكم براتب لخدمتنا، ليش ما تفهمون؟ شريكي في الوطن، افهم. تتأمرون بعد؟ نعم. شنو فيه؟ انسوا. ولازم شوفوا، انا اقول لكم شغله، إن احنا ما نبي الجاليه المصريه. انا اعترف، انا اقول احنا ما نبي الجاليه المصريه، لان اوسخ جاليه، ما اقول كلهم، 90% وسخين. Yeah,